دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا هلا الحملاوي شكرا مصطفى التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت برينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء اليابان فوميا كيشيدا بقصر الاتحاديه وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه بان مباحثات القمه المصريه اليابانيه شهدت الاتفاق على رفع مستوى العلاقات بين مصر واليابان الى مستوى الشراكه الاستراتيجيه كتتويج لمسيره ممتده من العلاقات التاريخيه المتجدده بين البلدين الصديقين كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي وجهود صون وترسيخ السلم والامن الدولي ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء الياباني المساعده التي قدمتها مصر لاجلاء الرعايه اليابانيين من السودان ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الياباني فوميو كيشيرا اعمال منتدى رجال الاعمال المصري الياباني بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالبلدين، وخلال المنتدى اعرب مدبولي عن تقديره لما تقدمه الحكومه اليابانيه من دعم لتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا الى ان محفظه التعاون بين مصر واليابان شهدت نموا مضطردا خلال السنوات الاخيره حيث بلغ اجمالي محفظه المنح والقروض اليابانيه حوالي ثلاثه مليارات دولار لتنفيذ اكثر من ثمانيه عشر مشروعا أعلنت الخارجية أن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطنا مصريا، وأوضحت الخارجية أن جهود الدولة نجحت أمس في إعادة 561 مواطنا مصريا بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان. قال الجيش السوداني إنه وافق على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة بدءا من موعد انتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في منتصف هذه الليلة وأعرب الجيش السوداني في بيان له عن أمله في التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات تنفيذ الهدنة ويتبادل طرفا النزاع بانتظام الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة ثلاثة أيام بوساطة دولية يشارك اليوم وزير الخارجيه سامح شكري بالعاصمه الاردنيه عمان في اجتماع لجنه المشكله من مصر والاردن والسعوديه والعراق حول سوريا والمنبثقه عن يعني الاجتماع التشاوري لوزراء خارجيه دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن والعراق الذي سبق عقده في جده بالمملكه العربيه السعوديه في الرابع عشر من ابريل الجاري لمناقشه سبل تعزيز العمل العربي المشترك هذا ومن المقرر ان تناقش اللجنه سبل التعامل مع الازمه السوريه بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربيه مع الشعب السوري الشقيق أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن هناك صعوبة تواجهها القوات الأوكرانية في مدينة باخموت التي تشهد معارك شرسة مع الجيش الروسي في الوقت نفسه أعلن الجيش الروسي أنه أحرز تقدما في اتجاهات مختلفة داخل باخموت مشيرا إلى أنه يسيطر على 90% من المدينة حتى الآن وتعتبر مدينه باخمط مركز نقل مهم لتزويد القوات الاوكرانيه في منطقه دومباس شرق اوكرانيا ومنذ الصيف الماضي تدور فيها معارك ضاريه من اجل السيطره على المدينه ورياضيا ودع فريق بيراميدز بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه فريق مارومو جالنس الجنوب أفريقي بهدف نظيف في إياب الدور الربع النهائي للمسابقة القارية وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليحسم الفريق الجنوب أفريقي تأهله للدور النصف النهائي للكونفدرالية بهدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب وال فيما ودع بيراميدز المسابقه من الدور ربع النهائي انتهي موجز التاسعه وعوده لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل